السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ في نقطتين مهمين عايز أكد عليهم للمرة التانية. امتحان الميد ترم يوم السبت يوم 25/11 الساعة 12 في المكان اللي احنا بناخد فيه المحاضرة بتاعتنا. مهم قوي شباب ان احنا نلتزم بالوقت، جميع الطلبة تيجي في الساعة 12، محدش يتأخر عن الميعاد ده علشان طبعا في لسه توزيع ورق وهياخد وقت شوية. النقطة التانية اللي انا عايز اكد عليها ان في اكتيفيتي موجودة على المنصة، في 4 اكتيفيتي. الاكتيفيتي الاولى عندكم يوم الثلاث يوم 14/11 امتحان اونلاين او كويز اونلاين من على المحاضرة اللي هي بتاعة الليبد والنيوكليك اسيد او المحاضرة الخامسة والستة. وعندكم الثلاث اللي بعده اللي هو يوم 21/11 في برضو كويز اونلاين على المحاضرة الاولى والسابعة. وعندكو هوم وورك او اساينمنت، 2 اساينمنت، واحد هتكلم على البروتين استراكشر بالبوندز الخاصة بيه، والتاني هتتكلم على عملية الدي ان ايه ريبليكيشن وعملية البروتين سينسز. الاساينمنت ده مفتوح من النهاردة لحد يوم 25/11. اتمنى الشباب ان احنا نعمل الاكتيفيتي الخاصة بالمنصة ومحدش يتخلف عنها. برضو من النقط المهمة ان كل طالب بيبقى عارف الرقم بتاعه، يعني مثلا رقم 1 ابتهال and so on، كل واحد عارف الرقم بتاعه بحيث ان انا لما اقول رقم 1 يقوم جاي يجي يستلم الورقة بتاعته. فمهم جدا الشباب كل واحد يعرف الرقم الخاص بيه.